حبها وشغفها الشديد للشموع منذ الصغر هو ما دفع معلمة الفنون الفلسطينية غادة كباتايس إلى تعلم صناعة الشموع يدوياً، حيث تتميز منتجاتها بلمسات إبداعية لتصميمات متنوعة، والتي عادة ما تقدمها في معارض سنوية أو من خلال تسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كل الأشياء اللي أنا اشتغلتها تمشي واحد كان نفسي أن أتعلمه هو الشمع. كنت أطلع على الشمعة الصغيرة أقول كيف هي أنا بعملها، لدرجة أنه رحب قلت لي غدا جربي، ما فيش مشكلة أن أنا أجرب وأطور أموري أكثر. ستأطلع من كتاب لمجلة للتلفزيون كيف بيشتغلوا كيف بيعملوا، تمتني وراء الأشياء بمبادئ بسيطة، مثل كنت أجيب علب الكولا أو علب العصير والأشياء هاي كلها هقيم الراس تبعها، يعني شوف لفين الواحد بده يبلش الشغلة من البداية. وشمع موجود عندي في البيت أجيبه أصهره وأقعد أسكبه وأرجع هقيمه، واو ما أحلاه، يعني كان إشي عندي شي كتير كبير وحلو. حققت غادة شهرة واسعة لدى زبائنها خلال السنوات الأخيرة نظراً لما تقدمه من منتجات وأفكار غير تقليدية، منها إضافة الثلج إلى تصميماتها أو إنتاج شموع على شكل بابا نويل. ونظراً للإقبال الشديد على شراء منتجاتها في أعياد الميلاد، تقوم ابنتيها بمساعدتها في عمل الشموع بأشكالها المختلفة. وهذا سيزنز الشغل، يعني احنا اكثر شيء الشغل هذا بزيد وقت الكريسماس. طبعا بنشتغل اشياء ثانيه لاعراس، لشغلات حفلات اطفال. ابداعها في الاعمال الفنيه انعكس بشكل واضح على حجم مبيعات منتجاتها التي وصلت الى 80% خلال موسم عيد الميلاد التي تقوم ببيعها حسب حجم كل قطعه منها.